يا سلام. برد اوش تشتغلي؟ ايه ده؟ مش عايز اشتغل ليه؟ باقة اللي نفدت ده لسه مجدداها. الذين يا حرامية. ده كان مخليني عاتل هم دخولها معاكوا ازاي، بس فكرت وقلت انه ألذ طريقه واسهلها اني ابقى صريح معاكم من غير كلام المذيعين. يعني حلقه النهارده عن الطاقه الايجابيه اللي بتتكون جوانا او اللي احنا بنبقى عايزين ندور عليها علشان نكونها وجعلها سبب في اسعاد الاخرين اللي حوالينا. يعني مثلا لما تقابل حد وتقول له مجامله لطيفه مش بغرض ما، لا انت بس انا مش قلت الزفت ده ما يتفتحش شويه خير ناحيه البني ادم دوت او في العموم. الزفت ده يتقبل حاجه تقرف. ده الاستاذ وليد في التلفزيون، وبعدين انا كنت قاعده زهقانه يعني قلت اتسلى. تتسلي؟ هو انت فاهم ان جاي هنا تتسلي ولا ايه؟ اسمعي. طب اهدي نفسك بس عشان ضغطك عليا. اسمعي انا مش عايز زيطة خالص، انت لازم تفهمي حاجه. يعني اسمك ايه؟ كريمة حضرتك. اسمعي يا كريمة، في حاجتين لازم تعرفيهم، ثلاث حاجات. الهدوء، النظام، مواعيد الدواء، غير كده ما اسمعش صوت، مفهوم؟ وفين التخن ده بس؟ واللي انت بتعمليه ده بقى هو اللي هيخسسك؟ ايوه ده هيظبط الكرش كده ويسيح الدهون. لف يا خالته ولا نلف احنا ولا ايه؟ لفوا انتوا، انا واقفه زنهار اهو، خدي ساعديني. بس مفيد على فكره خالته ده، عرفتي منين بقى؟ من على النت يا بنتي، يعني هعرفه منين؟ بتعملوا ايه؟ بنلف معاه بالسوليفان، تعالي لفي معانا. بنشيل الكرش بنكتمه. ما تيجي يا ماما نلف لك رول. لا تلف مين؟ انا ما طقش حاجه تكتم نفسي ابدا. ليه يا ماما؟ عشان تبقي جميله كده ورشيقه. جميله لمين ان شاء الله؟ عشان نفسك يا خالته، ولازم عشان حد. ولا حد ولا سبت، احنا ما صدقنا خلصنا. ايوه لفي لتحت شويه عشان هيبرم ويطلع لفوق ينط كده. يا ماما لازم تلعبي رياضه او تعملي رجيم عشان تخسي، بعدين طول عمرك حلوه ورشيقه، هو ايه اللي حصل؟ بس يا بت بس وفري نصايحك لنفسك بقى. انتي حره، انا مالي. ايوه مالك. يا ساتر يا رب. انا داخله انام. مع السلامه. بت دمها تقيل وحشه. سامعكي على فكره. وانا اخاف منك يا بت؟ يلا يا محبطه.